أحلى حاجة جميلة برضو اتكلمنا فيها برضو قبل كده في 10 الصبح في الأهلي، وهي رياضات الفتيات للدفاع عن النفس، في ألعاب قتالية وفي دفاعية بيكون يعني عليها إقبال شديد، ومؤخرا شفنا ده من الفتيات ومن الأهالي كمان بقوا حابين إن هم بناتهم يروحوا ويتعلموا فن الدفاع عن النفس علشان محدش يضايقهم. في رياضة تحديدا اسمها الويندو، هي بتضم بشكل أساسي حركات الدفاع عن النفس خاصة يعني للفتيات. خلينا نفهم أكتر، نعرف أكتر من التقرير ده ونرجع نعلق. الويندو هو اساليب دفاع عن النفس للبنات بس مختلف شويه عن السيلف ديفنس المعتاد، لان احنا بنركز قوي على التدريبات النفسيه، ازاي البنت تقدر تحمي نفسها ضد التحرش او ضد اي نوع من انواع العنف من خلال تدريبات نفسيه زي نظره العين، الصوت، لغه الجسد، بجانب التكنيكات الجسديه في اوقات الخطر لو بتعرض لا قدر الله لخطف او تحرش جسدي، ازاي برضو تقدر تدافع عن نفسها بس بتكنيكات سهله وبسيطه مش معقده. البنات كلها اول مره تعرف تدريب ويندو، عايزه اقول لك ان هم اغلبهم بيلعبوا كاراتيه ويعني بيلعبوا رياضه بس استمتعوا جدا بالتدريب لانه الموضوع مختلف شويه. هو احنا بنشتغل على الحاجات اللي بتحصل بشكل يومي للبنت، يعني ممكن تكون بتعرض لتحرش بصري الناس بتبص عليها، ففي حاجات تحتاج عشان ادافع عن نفسي حاجه بسيطه قوي، يعني ممكن بنظره عين اوقف وردع اللي قدامي عن ان هو يضايقني، ممكن بصوتي او طلب المساعده اقدر ان انا احافظ على نفسي واحمي نفسي من الخطر، واقدر كمان انقل الخبره وانقذ غيري، لان الفكره في التحرش لو احنا كلنا تكاتفنا عشان ننهي، كلنا تدخلنا بقى لينا موقف ايجابي سواء رجاله او ستات هنقدر نقضي على الظاهره دي. هدف الويندو الاساسي ان احنا نقوي ثقه البنت بنفسها، كل ما ثقتها بنفسها تزيد هتقدر تواجه، هتقدر تصمد، هيبقى عندها صلابه نفسيه كافيه تقدر بيها تدافع عن نفسها وترفض اي حاجه. الحقيقه ان الويندو ميزته انه يعني بيأثر على كل قطاعات الحياه، مش التحرش بس او اي عنف بتعرض له، لا، ان انا يبقى عندي ثقه بنفسي اقدر ان انا اطور مهاراتي، اكتشف كانها رحله للذات جوه نفسي، رحله جوه نفسي بكتشف فيها نقط القوه بتاعتي فاقدر ان انا استخدمها، نقط الضعف فاقدر ان انا اقويها، فهي دي الفكره في التدريبات النفسيه. يعني علشان اتدرب تدريبات سهله، ويعني عشان مثلا لو مثلا اتخطفت حد يعني عمل معايا تعرش كده اعرف ادافع عن نفسي. انا بشجعهم علشان برضه ما يخافوش ويعني يعملوا زي ان هم ما يسيبوش نفسهم يتخطفوا يعني يسكتوا، يعني يعملوا حاجه يصرخوا يزعقوا يعني يبصوا له بنظره يعني مرعبه يبين ان هم اقوياء كده.